وينضم إلينا على المباشر الأستاذ عدنان الحاج عمر المحلل السياسي. مرحبا بك سي عدنان. أهلا وسهلا دكتور، وتحية لكل مشاهديك ومستمعيك. أهلا وسهلا. يعيشك سي عدنان. زخم كبير من الأحداث الآونة الأخيرة، معناها بتاتر ما كانش متوقع من برشا من الناس، يقولك ما كانش متوقع باش يوصل لي كونفلي لهالدرجة هذه. هات نبداو، وإحنا ثلاثة مواضيع باش نحكيو فيهم. هات نبداو بالموضوع الأول، الأزمة التي وقعت للمحامين بعد اللي صار في دار المحامي، بعد إيقاف المحامية سونيا الدهماني إلى آخره. كيفاش تشوف أنت الوضعية هذه كلها؟ إحنا بطبيعة مع كل الدعم لقطاع المحاماة، ومع كل الدعم للمحامين في كامل تراب الجمهورية في الأنشطة اللي قاعدين يقوموا بها، في تحركاتهم اللي قاعدين يعملوا فيها توا دفاعا عن هذا القطاع. كيفاش تشوفوا أنت هذا الكل وكيفاش تشوفوا؟ خلينا دكتور من البداية نقول احنا اليوم نتحدث في يوم مشهود ويوم تاريخي ويوم الأمل. هذا اليوم 16 مايو 2024 سيكون يوم الأمل. اللي صار اليوم في شارع بورقيبة وأنا كنت موجود غديك حاجة كبيرة ياسر، وتجمع عظيم وزخم عظيم، والمحامون توصلوا باش تكون معاهم ناس ماهيش من المحاماة، ناس معناها من المواطن العادي إلى الناشط من الحزب الفلاني والحزب الفلاني. ورأيت كثير من الناس من أنصار الحزب السوري الحر كذلك، والناس فهمت اللي لابد من التجمع ومن الانصهار في هذه الحركية. هذاك هو، هذيك تونس وهذيك قوة تونس وقت اللي تقلب حركة التاريخ، وقت اللي تتجمع الناس وتخلي جانبا كل الضغائن وكل الحسابات الذاتية والحسابات الضيقة وقلة النضج والصبيانيات لتلتحم في ملحمة كبرى باش تبدل مسار التاريخ. اليوم يوم مشهود وغدا أمامنا، وإن غدا لنظيري لقريب. ندخل نجاوبك به. بالنسبة للشيء اللي صار، كان متوقع وفي الأيام الأخيرة، أنا توا أسبوع بالضبط يوم الخميس الفارق كنت معاك في لايف وتحدثتك على أنه ما فما حتى انفراج، ما فما حتى انفراج. قلت لك جبت لي الانتخابات، قلت لك أنا ما عادش نخمم في الانتخابات، لأنه نعرف اللي الانتخابات ما هيش باش تصير بالطريقة اللي احنا نعملوها وفي تطابق مع المعايير الدولية، وماهوش يخليوا الناس تترشح، ومعليش باش المرشحين اللي يوزنوا واللي عندهم حظوظ ما هوش باش يخليهم يترشحوا. واذكرت على رأسهم طبعا الأستاذ عبير موسى، وقلت لك وقتها أنه توا حان وقت النضال ولابد من الالتحام والنضال ومزيد النضال، ولأنه الشيء ما تمش انفراج وما راش يصير انفراج سياسي، والأمور باش تزيد تقوى وقوات. وما دارتش على الكلام هذاك معناها 24 ساعة، وبدأت الإشكالية نهار الجمعة نتاع الأستاذة سونيا الدهماني اللي معناها احتمت بدار المحامي، وبدأت الحركة الاحتجاجية في تونس تتوسع وتتوسع رقعتها. وهذيك هي، هذيك طيرون التاريخ في وقت من الأوقات، فما قطرة مش تطير الكيل، والقطرة صارت بطبيعة الحال. أنا نعتبر أن النظام كان حقه وتعامل بطريقة أخرى مع الأحداث، ما حقوش صار اللي نشوفوا فيه هذاك الاقتحام والعنف، وخلت على العنف ضد المحامي نهدي بدروبة اللي كذلك وقع إيداعه بعد إيقافه. هذا كله ما حقوش صار، ولكن أنا البارح نفكر عملت فيديو معناها قصيرة والبعض قلت فيها أن هذه كله في نهاية المطاف. هذيك هي حقيقة التاريخ، والتاريخ ما يصير كان هكا، ما يصير بالصاد وما يصير بالسين كان هكا. وهل التضحيات وهل الأمور كله، وهذه عبير موسي في السجن من أكتوبر، وهذا كله هي تراكمات نضالية كان لابد منها. إذا ما تصيرش، ما يصيرش الشيء هذا، ما يصير شيء وما يتبدل شيء، لأن شفنا أنه فما نوع من التعنت قاعد يتصاعد من الجانب الآخر، وفما انغلاق وفما تحجر وفما تفكير بنات على الناس الكل. الناس الكل، وهذاك علاش يلزم الناس الكل تضافر جهودها باش تسرد الخناق هذايا وباش تنعتق وتحقق
تتحرر وتتحرر وتحرر البلاد بالكابوس اللي عرفت عليها. هذه حقبة نضالية مهمة، واليوم 16 ماي سيكون يوما مشهود في تاريخ تونس، و سيشهد التاريخ بذلك وسنرى، وإن شاء الله يحيينا بخير طبعا، وفي غير الخير ممكن وليس مستبعدا كذلك، ولكن في النهاية فتكون معناها العاقبة إيجابية، والعاقبة كما يحبها التونسيين الوطنيين اللي يحبوا تونس أكثر من أي شيء آخر، أكثر من عائلاتهم وأكثر من أحزابهم وأكثر من منظماتهم وكذا، لأن تونس تستحق أن يكون عندها المونوبولي ديكار بتاع كل تونسي. به أستاذ عدنان، خليني توا نحكي بلسان الناس اللي قاعدة تبيث في الشيء اللي قاعد يصير. به هما شنو يقول لك الحجاج متاعهم؟ يقول لك لا أحد فوق القانون، بالنسبة هذية لاقتحام دار المحامي يقول لك لا أحد فوق القانون، ويقول لك هي فما بطاقة جلب في حقها، الواش مشات احتمات في دار المحامي، اللي يقول لك دار المحامي ماهيش بتربي باش ما يتمش اقتحامها، اللي يقول لك كذا. هذا من منظورهم هما. سي عدنان تفضل. هذا منظور مهم كما قلت أنت، وأحسنت وفعلا لما قلت هذه الكلمة. هو شنو كان يدشني؟ هي رأي ما تعرف، هذه السياسة، والسياسة رأوا فيها شوية شيطنة وفيها شوية، وفما معناها إرادة يتمها تكون موجودة عند السياسة باش يبدل مرتين القوى. كانت تنجم سونيا الدهماني تقعد في دارها تستنى حتى يجيو يهزوها، وكانت تنجم تمشي تسلم روحها، لأنه هي إذا مشيت نهارتها للموعد كان تسليم، هي فهمت أنه شيء احتقاقها وليه قالته دوما دخلت في تصريح للدار المحامي قبل ما يقع احتقاقها من نهار الجمعة. هي كانت لها من الذكاء ومن الحكمة ومن الفتنة ومن الركلك بوليتيك أنها مشيت احتمت بدار المحامي. تقول لي ليه تحب نجم؟ تقول لي أكثر من اللي قلته أنت، ها مش أقول لك نجم، تقول لي أنت. هي ماشي حاسبوا فيها على حاجه بتاع محامين، هو يحاسبوا بالضبط في الكاسكيت بتاعها الاخرى بتاع الاعلاميه، مش حاسبها بتاع المحامين. اقول لك انا راني نجاوبك، انا بكل معناها بولفوا وبكل نجاح، انا ككنت مكانها نمشي لدار المحامي، لان وقت اللي الانسان يولي يضرب فيك باسلحه غير معقوله وتولي كلمه كما هاي لتونس تجري تهزك للسجن، ما عادش تلوش انت تلوش وقتها باش تدافع على روحك بكل الوسائل، وهذا ما فعلته وهذا هو اللي صار. وكان جاء كان جات السلطه معناها مسيره بعقل اخر، ممكن كانت تنجم تلقى حل ما يطلعش المال الصعبه، حتى كانت تحب توقفها، كان عليها ان تكلم العميد وتقول له راهي الكلام اللي كنت تقول فيه انت راهي هي مطلوبه للعداله ولازمها تجي، وممكن كانوا يتفاهموا معها وتخرج ويهزوها تمشي للسلطه وتمشي تبحث وتمشي حق معها الواحد. اما هما ما حبوش، حبوا يوريونا اللي هما مغطرسين وقويين ويعملوا اللي يحبوا ويدخلوا لاي مكان، هي مش بتربي دار المحامي ولكن عندها حسن. شو هو كان سامحني اللي يحب يتكلم الكلام اللي قلته انت في السؤال بتاعك، ما هي كان يفسر لنا علاش ما يهزوش تليفون يكلموا عميد المحامين ويقولوا له راهي احتمت بدار المحامي وراهو نحن مطلوبه وراهي معناها عندها استدعاء باش تنزل معناها امام الفرقه الفلانيه لابد انها تجي. علاش هذا ما صارش؟ علاش ما صارش؟ اللي مش يجاوب على السؤال هذا ويعطي جواب مقنع انا نعطيه وزني، ما فماش. هما هي الحكايه كلها براد فير معناها يحبوا شكون يطيح لاخر في نهايه المطاف. شفنا اللي ما كان ينجم يتصرفوا كان بالقوه، وقت اللي كانت فما امكانيه نتاع تصرف سياسي، تصرف معناها قانوني، تصرف معقول. هي مش بتربي دار المحامي لكن عندها معناها نوع من القيمة الاعتبارية اللي كان ربما من الأحسن أنه من الأحسن أنه يقع احترامها. ما وقعش احترامها، هو إيش صار اللي صار؟ وأنتم شفتوا كيفاش معناها الأمور شدت بعضها بقوة، وشفتوا كيفاش أنا في بول دناج معناها شيء كبر، والناس معناها
معناها ضعفت اعدادها وضعفت معناها الناس اللي مشان ده مش دنيا الدهماني برك خاطر هم موقفوش عادي كانوا عملوا بتاعه بتاعي الصغير هنا جايين البرهان والمهدي زجروبة وشفتوا اللي صار مع مهدي زجروبة يعني هم موقفوش عليهم قاعدين يحفروا في طريق يؤسسوا لطريق ما هوش باهي لهم هما انا هذه قراءتي وهذه القراءه الصحيحه والباقي كله عندي انا لا ينمو عن نضج سياسي واللي يقول لك شبيه مشحنه وشبيه قشوه وشبيه احنا ما عملوش معانا هكا وشبيه في تراكمات والشيء يمشي ويقوى الشيء يمشي ويقوى والشيء ماشي واحنا لازمنا نعرفوا احنا شنو هو المهم بوركيبا كان ديما يقول الاهم قبل المهم توا الاهم الناس تعرفوا شنو هو البقيه لعب نتاع دراري وحكايات نتاع دراري السياسيين والناس اللي تفهم والناس اللي تفكر والناس اللي عندها الحكمه او انها تحاول يكون عندها الحكمه لابد ان نشوف شنو هي الاهداف الكبرى ثم ثم اهداف اخرى تجي في وقتها بالوحده بالوحده احنا اليوم نحبوا احنا شنو نحبوا؟ احنا نحبوا البلاد يصير فيها انفراد سياسي وتفتح فيها الامور وتتحرر فيها التعبير وتطلق هذه الاحزاب السياسيه وتفرح السجون من مساجين الراي والمساجين السياسيين ومن شبههم من مساجين حريه التعبير ويلزمنا نمشيو نحو تنظيم انتخابات رئاسيه لا تشوبها شائبه هي ما كانتش موجوده الظروف هذه وتو حتى الدقيقه هذه ما هيش موجوده الظروف هذه وما ما هي باش تتأسس إلا بالضغط الضغط يا حبيبي هذيك هي السياسة وهذاك اللي يحب يربح يربح حتى مش يربح شبيه هذاك عطيتوه يعمل مسيرة وأنا ما عطيتونيش وكذا كذا هذه في الحوم وفي الديار وفي العائلات هاو جاني العرس ولدي وهذا يشبيني ما مشيتلوش وهو جاني فينا وانت شنو هذا الويق نتاع النساء التقليديات نحييهم أنا بالمناسبة لكن السياسيين لا تفكر بهذا المنطق تفكر بحساب وبرؤية أكثر من هكا وأرفع من هكا وأعلى من هكا تعرف شنو هي الأهداف وكيفاش نمشي للأهداف الكبرى هذا رأيي أنا نتفاعلوا في